تعال ما حكر تعال يلا 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 مبادرة حلوة الفيلم اللي ما فهمناه والله ما ادري ايش نشتر ما ادري ايش يبغي ما ادري ايش ورق عنب حياتكم هذا كتوب دق 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 امسك يا اسعد قهوة عصير ايش تبي؟ كلهم كلهم باقي عادي موجود قهوة عصير شوف في عصير تبي عصير؟ انا معي ترى انا معي ترى معي طبعا على فكرة شباب في بس كلمة أخيرة شباب كل هالأشياء هذه ما يدن الخرج جيتكم من الخرج ورق عنب ومحلات العصائر والله ما أدري وش اسمها بس الله يبيض وجهه أفضل محل في الخرج سكيل حلو حلو والفطاير من لوبين الله يبيض وجههم شكرا لفريق الدعم لا زلت صامل شكرا فريق دعم رشيد اللي اسعفنا باللوحة شكرا سفير الخارج شكرا ما عليك زود والله بس ما عنده فطاير غريبة في ورق عنب هنا زيادة والله يبي خش قهوة في فطاير تحت فكها تحت هذا لا غطى بلا غطى كيف ورق عنب 27 ريال هذا يا رباه أتحداك تذوق أتحدى شوفوا يا شباب أنا أتحدى بورق عنب اللي جاء قبل باللي اليوم لا ما تأكل خير لا لا غلط والله غلط تأكل تخلي بس هذا فيه فلفل زيادة أمانة خير الله يقلعك والله ما أكل من ما أكل بالخرج إلا منه والله نجبه عندهم شيء هنا لا كيف سألتك بالله أنا في ورق العنب خذ ولد وفي الفطاير وبالفطاير مخرج أكل مخرج هم يا غلوبات تفهم بالله كيف رق عنب رهيب رق عنب لا راح ولا جاء عزوز عادي تعيدها بكرة أبشر بي نبي مبادرة كذا كل يوم خلاص لا لا مبادرة بكرة عزوز تكبع يا ربع من اللي يأكل نص ويخليه حرام شايف مخشمي من اللي دس ورق عينه برا تعال عقب ابو ما دفت انا ورق عينه ليه اخو نوره ما عرفنا لا لا قلت كل ست هذه السابعه انا كل شيء ولا ابو بركه وانت لا تصطدم يا جماعه اعطيك بالله يا مخرجنا قرب على الورقه كثير قرب عليه الله يهينك مخرجنا نطالب فطاير ثانيه شوف هذا افضل ورق عنب في التاريخ عيال كان فيه كروسان هنا بدي وين راح لذيذ شوف كيف دقيقه تقسمه كذا حلو ما راح افهم شوف كيف الله يجعل بالعافيه مرباح شكرا مره عفوا مرة أنا أشوف إنه عادي مرة عندي بكرة مبادرة لازم يعيدها مرة ثانية عشان تأكد صح؟ اللي أعجبه اليوم له مني بكرة مبادرة خاصة يعني بكرة بختار اسمها طبعا ما يثبت من أول مرة يا أبو رباح لازم يجيبها مرتين ثلاث أبو محمد بختاره بكرة صح ولا يا علي؟ سعد عزوز أيمن اللي يرفعوا يديهم وأيدوني اليوم ومدحوني انا مدحتك بكره احنا مدحينك بس تقول انت ما عجبني ابيك تجيبها مره ثانيه لا ما تفهم انت لا ترى في لوحات ثانيه في شيء طحوس اسمع اسمع خلاص اسمع انا اقصد يعني جيبها مره ثانيه ومره ثالثه لين نثبت الطعم ابشر بواحده زيها بكره كفو روح كفو صغيره فطاير اسمعي كروشار الفطاير ركز عليها كيف الفطاير لا والله كروشار رقم اللي راح كروشار اسمع حياتي كلها مدني ماني رايح ولا اروح فوق لا جيت على رمان على ليمون قسم بالله انا حلا ورق عنب قدكته في حياتي في الخبر قسما بالله العظيم اختيارات بطلك لا عبد الله بن دكتور هذا محل جديد في الخرج اسمه لوبين مخبوزات فطاير عنده اشياء جباره الله لك صاد انا وياه ورق عنب هذا انا ما كله منه رهيب والله جدا تدري انه اول مرة
وراك الورقة. أنا ودي جربته هذا الأصفر. نفسي معي. جرب يا أبوكم. أصب لك أصب لك كوب. نفس هذا عبد العزيز. بطل. بطل. نفس ذا صح؟ إيه. هو قال لك جرب ما قال لك خلصه. قسم بالله. الله كويس ما كتبوا بعضكم. قسم بالله من الله. من الخرج. والله كلها جاية من الخرج قسما بالله. والله حلو. كلها من الخرج. كافيبار اسمه كافيبار لا لا سكير سكير والله لا لا ما في والله يا ولد حياك شوف ايمن ترى حط ورا ظهره في الطاير بالله عنزل الرباح سم يابا كلام دي رايد هذا اشاعات اشاعات كلام دي رايد من اللي مشكل له ما ادري عنه هل فتح قرا وياه يا اخي استغفر الله انتم متاخر اقوم متاخر بس ما ادري كذا امس ايش مغير لك فاتح مع وشو وغامض مع وشو فاتح وهذا وشو يا عيال يا عيال والله كنت غامض فاتح لا فاتح فاتح لا فاتح ايوه والله ايوه شيء ما اخذ رايك طيب يلا بدل له ما شاء الله بقى شيء من ورق عنب امك بدل دوب اللي تجيب لي نفس حقك خذ هذه هذه بقى واحده كثر الله خيرك الله يجعل العافية الله يجعل العافية ومساعدة بيض الله وجهك شكرا لكم على احياء المبادرة هذه من هي الذي لبيه من هي كلها كلها الله يجعل العافية والله كل من ساعد وعايش لبيك مرة عفوا وفيسك شكرا شكرا بريك دعمك تشكرات الله يسعدك اوي اوي عزوز عبد العزيز ناظر ناظر شو طلع يا عزوز كل واحد مسلم له قهوه الله لا يوفق عدو والله عاد تصدق ما ادري كم ال والله انا بوجهك عبد العزيز ابشر بي والله بكره واحد بكره زيها والله انا بوجهك انا ما يجوني الحين يا ابو رباح انا طالبكم طلبه كم طلبه طلبه يا الربع